ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم بودي جيمز. النهارده هنلعب لعبه لايك مع سونا تيوب. طبعا يا جماعه انا اكيد اللعبه وحشتكم، يعني ما تنسوش تدعوا الاخوات اللي في الستيم. بيقول لك يا جماعه ما تنسوش تدعوا الاخوات في الستيم. ف يلا نبدا يا جماعه، نقول لهم كده يا جماعه ان ربنا ينصرهم. ما كنتش سامع عن الخبر ده، يعني مش عارف، بس يلا بينا تتجلد. رأيكم يا جماعة؟ رجعنا لكم السلسلة. الصراحة يعني السلسلة دي هي اللعبة اللي كانت بتجيب تفاعل، فحبيت اسجل لكم فيديو كمان عنها. لو مش هنبلع جلد كده يا سي، ننسى تبلع انت دلوقتي. والله انا مبلعك، بلع ابلع ابلع، بس اسكت خالص. وقت يا عم الصوت. ايه؟ بص يا جماعة الحيوان ايه ده، وانا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ ما علينا يا جماعة، هو ممكن يكون صوت ياسين برضو مش واصل لكم كالعادة، شايف ليه؟ ايه ده يا كابتن؟ ابلع بس ابلع، كنت في حاجة كده معلقالي بس بلعتك برضو. طب احنا هنلعب جيمين تلاتة كده، تمام؟ قص نفسي من ايه؟ يا جماعة صوتي وصل لكم كويس؟ تمام، ما علينا. لا بقى يا سيل، ما ينفعش. لا انا قلتش حاجة، انت اللي جيت تسجل عشان عرفت ان في شاورما. ابلع. هوصل لعم بيتي عادي واترقص كمان. يا حبيبي ده انا حرف في فري فاير، يعني هاجي في اللعبة الايزي دي وابقى نواب. ابلع بس ابلع. ايه يا جماعه؟ انا الاحمر بس عشان تبقوا عارفين. بيقول يا جماعه هلسوا نقطه، بس هو هلسوا نقطه اصلا مش نقطه خالص. مش هتلحق بقى نين نون. تمام يا جماعة، انتوا ملاحظين ساكت عشان عايز اركز بس. يا جماعة انا زهقت والله. هو بيكمبر ليه ياسين؟ لا كمبرة بقى مش عايز. الحمد لله تعادل. فرفوتة تمام يا جماعة، لازم يعني يجلدني. لو سمحت ياسين مش عايزين كمبرة، تمام؟ يا كمبورة يا حيوان،
تمام يا جماعة، خسرنا في أول راوند. تمام، والله لا تتجلد، بس اصبر. يلا بينا أول جو يا جماعة، خسرنا. مش عايزين أبدا. تمام يا جماعة، خسرنا بجدارة. فين بتاع التسجيل كابتن؟ يا نهار اسود. اهو ولا لا تنبلع. والله يا جماعة احنا بقى كنا بنستهبل كده، دلوقتي جلد. فده كله هزار، انت اللي هتخليني اعمل كده. يا نهار اسوح، تشروحنا يا حيوان. ماشي انا هوريك يا جماعه، هصايم النهارده بقى، فما تستغربوش من صوتي عشان راجع عيل. جماعه معلش بقى، انت هتلاقوني بجري ده عشان انا ببقى صايم، ما بعرفش اركز. اي كل اللي بيصوم اتنين وخميس، انا بصوم تلات وتلات واربعة، مش عارف ليه. انا بصوم تلات وجمعة، والناس بيصوم اتنين وخميس. ما شاء الله بقى، نزود يوم عنه. يا عم انت ما بتتفنش، يا عم انت دمك ايه؟ مش تغش نقطة. يا نهار ابيض، ما بيتجلدش ده يا جماعة، ده كائن ما بيحسش. تمام، والله لا تتجلد. تنجلد. يا جماعة هو البني آدم ده بيضرب منين؟ أنا اتنفست بقى، أنا هفطر بقى. بقول لك إيه، متخليش أفطر عليك النهاردة، هم إني صايم بس لو كنت شتمت. هو الواحد ده ما بيتحق، ده أنا ما بتحركش، الشخصية مشلولة. إيه لو خسرنا الفيديو ده مش هينزل. يا أخي أنت إيه؟ والله يا جماعة هكسره بعد الفيديو ده، هكسر لك الجهاز. انا هفتشك، انا عارف لو لقيت في بي ان بقى ولا حاجة الحركات دي. ابلع بس، هفتشك، هلاقي في بي ان هتزعل، هتتفضح. بس انا اللي بتفتش اكتر. وبيروح فين الكائن الحي؟ بتيجي ابو الجبناء. اللي فيه ابني حبينا قاعد في المكان بتاعي. ابلع بقى. لا اخيرا شفتك، والله كنت قاعد فيه ده بس. يا نهار احمر، وكده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتنشوف فيديو اصحابك عشان نستمتعوا. وسلام لي.